أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما رأي فضيلتكم فيما يباع من تراب في صناديق يسمونه الصعيد الطيب ويعطونه للمرضى في المستشفيات الذين لا يستطيعون الوضوء، فهل هو جائز أم يضربون على الجدار والأراضي ولا يستخدمون هذه الصناديق؟ هذه ما رأيتها، ولكن أنا ذكرت لكم أنه صدر من اللجنة الدائمة فتوى، جاءها نموذج معمول من الإسفنج ومشبع بالغبار ونظر فيه، فصدر فتوى من اللجنة بصحة استعماله للمرضى. يقتصر على هذا ويعمم على المستشفيات. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل: ليس لأحد الحق في التدخل في الأمور العامة، هذا من شأن اللجنة الدائمة ومن شأن أهل الفتوى، يعني كل واحد يصدر فتوى ولا يعمل شيء من عنده ويعممه على الناس. نعم.